جامعة الملك فيصل، مدينة العلم في واحة الأحساء. درة تعليمية في جبين الوطن تحتضنها الأحساء، واحة العلم والأدب والنخيل، مدينة للعلم تمتد اخضراراً ومعرفة وحضارة، نمت بتوفيق من الله تعالى ثم بدعم قيادتنا الرشيدة ليتحقق الحلم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ويصبح حقيقة وارفة ينعم في ظلالها رواد المعرفة. وتنقسم المدينة الجامعية والتي تم إنشاؤها وفق أعلى معايير الجودة والتصاميم الهندسية إلى منطقة أكاديمية، ومنطقة سكن أعضاء هيئة التدريس، ومنطقة سكن الطلاب والطالبات، ومنطقة الخدمات، والمنطقة الرياضية، ومنطقة التوسعات المستقبلية. وقد تم بحمد الله تعالى وبدعم مبارك قدره الإجمالي 11 مليار ريال سعودي إنهاء ما نسبته 75% من المشروعات، حيث تم إنجاز 50 مشروعاً، وهناك 13 مشروعاً في طريقها للاكتمال، و14 مشروعاً في طور الدراسة والتصميم. تضمنت المشروعات إنجاز بنية تحتية وصروحاً إدارية وخدمية توفر البيئة الملائمة لإنجاز المهام الإدارية والفنية، ومناطق تضم وحدات سكنية مهيئة بوسائل الراحة والأمان لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب وللطالبات. ومدينة تعليمية بحثية تضم كليات نوعية مجهزة بقاعات دراسية ومعامل وأحدث التقنيات، ومرافق نوعية توفر لطلاب وطالبات الجامعة البيئة التعليمية الآمنة، وتمد لهم أسباب التميز وتلبي احتياجهم لصقل مواهبهم وتطوير مهاراتهم، ومراكز علمية وبحثية تضم معامل وقاعات تدريبية تم إنشاؤها بأحدث التصاميم العالمية لتقدم خدماتها العالمية للمجتمع، ومحطة أبحاث تدريبية زراعية وبيطرية، ومستشفى تعليمي بيطري يقدمان المشورة والعناية في مجال الثروة الطبيعية والحيوانية، ومدينة طبية تضم مستشفى تعليمي ومجمع الكليات الطبية ومرافق طبية خدمية تم تصميمها وتخطيطها لتواكب أحدث التطورات النوعية في المنشآت الطبية ولتلبي احتياج المنطقة الصحي المستقبلي وتقدم أفضل الخدمات لأبناء هذا الوطن العزيز. ويبقى بناء الإنسان محور اهتمام قيادتنا الرشيدة ليتجلى روحاً وواقعاً في رؤية السعودية 2030، ويستمر العطاء والبناء. وفي هذا اليوم التاريخي تحتشد مشاعر منسوبي جامعة الملك فيصل وأهالي الأحساء شكراً وامتناناً لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه على تشريفه جامعة الملك فيصل بتدشين مدينتها الجامعية، والله ولي التوفيق.